تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج تجاره لن تبر. ابقوا معنا. حبيبي حسان. مشاهدينا، قد يتساءل البعض لماذا هذا التمسك القاطع بإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ولماذا تبذل كل هذه الجهود الكبيرة بل والاستثنائية من أجل إحيائها وديمومتها وإظهارها بالمظهر الذي يليق بمقام من تقام باسمه، ألا وهو الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. مشاهدينا، علينا أن نستثمر كل التجارب العظيمة في تاريخنا ونجعل منها نموذجاً لنا كي نرتقي بها، والتقدم الذي تحققه الأمم ما هو إلا تمسكاً بماضيها العريق. فكيف ونحن نعيش تجربة وسيرة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تزيد فضيلتها بخصوصية الوقت على أصل الفضيلة المطلقة، وخصوصيتها في زيادة الأجر، وقد وردت فيها الأحاديث الكثيرة بحيث يغني الاستشهاد بها عن البحث. ومن هذه الروايات هي رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام، إذ أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، وزيارة 40، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كما أن من أخلاق مسيرة الزيارة الأربعينية خلق الكرم، إذ إنه صفة الله تعالى، فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر، نحو قوله: فإن ربي غني كريم. وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه، ويعني الكرم بذل المال والطعام أو أي نفع للمشروع والإنفاق على العيال والأرحام والمحتاجين والأيتام. ومن أسباب الكرم الباعث عليه أن يكون في سبيل الله أو رغبة في نفع أو دفع ضرر أو طلبا للثناء والسمعة أو دليل على الحب والأريحية. كبنين وأهل نلبي ندى الأربعين سوى رب الحسين رب الحسين، نقطع الفلوات فكل الجهات غدت كربلاء. مشاهدينا، الكرم نوعان، إما خاص وإما عام. فالخاص ما شمل شخصا أو أسرة أو جماعة في أي حال من الأحوال، فيكون نفعه مؤقت ومنحصر بالمحسن إليهم دون سواهم. أما العام ما يبذل في سبيل خيري أو عملي بحيث ينفع قوماً بجماعتهم أو أمة بأسرها أمداً مديداً، وكلاهما مفيد ولازم للجامعة الإنسانية. وقد اشتهر العرب منذ القدم بالكرم والضيافة وإطعام الضيف وتوفير سبل الراحة له، كما قرأنا في كتب التاريخ أن شعيرة إطعام الطعام هي من الممارسات الإنسانية التي بها يرتقي المسلم درجات العلا من الثواب والأجر لما تبعثه في النفوس عامة من التواصل والرحمة. فعن الإمام الصادق عليه السلام: من أطعم أخا في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس. قلت: وما الفئام؟ قال: 100,000 من الناس. وعنه أيضا قال: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة. لذا يعد إطعام الطعام عموماً من الأمور المستحبة في الفقه الإسلامي، ويزداد استحباب العمل إذا كان في سبيل الله أحياء الشعائر الحسينية، حيث يمكن استنتاج مشروعية إطعام الطعام في سبيل الإمام الحسين عليه السلام في ضوء قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. هذه الآية الكريمة النازلة بحق أهل البيت عليهم السلام عندما آثروا بأنفسهم وقدموا الطعام في 3 أيام متتالية للمسكين واليتيم والأسير. ومن هذا المنطلق نفسه فإن أتباع أهل البيت عليهم السلام عندما يقومون بإطعام الطعام فإنما
يقومون بذلك لحبهم لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كثير من آياته أن العبد إذا أراد أن يكون محبا لله تعالى فيجب أن يكون محبا لأهل البيت عليهم السلام. مشاهدينا، إن شعيرة إطعام الطعام هي من الممارسات الإنسانية التي يرتقي بها المسلم درجات العلا من الثواب والأجر، لما تبعثه في النفوس عامة من التواصل والرحمة، إلا أنه ليس الطعام وحده عليه الأجر والثواب، فهناك خدمة المرضى وتقديم الماء لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقديم الشاي وغيره من الخدمات التي يؤجر عليها العبد. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. مشاهدينا، باتت الشعائر الحسينية في شهر محرم وصفر تزدهر بإطعام ضيوف أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقديم كافة الخدمات لهم من الطعام والشراب والمبيت وغيرها من الخدمات، إذ أن من يتجول في كربلاء المقدسة وفي جميع الطرقات المؤدية إليها يلمح أناس المتطوعين من جميع المحافظات العراقية في أيام عاشوراء والأربعينية، وهم مشغولون في خدمة محبي أهل البيت عليهم السلام المفجوعين بعاشوراء.